هنبدأ بالاكسرسايزز تبعوت تشابتر 2. اول اكسرسايز معي ار، معي مابينج اف من ار ل باي اوف ار، معي برودكت سبيس. هلا البرودكت سبيس وي ويل اندو ذس سبيس باي تو توبولوجيز. اوكي، اول توبولوجي حتكون البرودكت توبولوجي، اوكي، وثاني توبولوجي حتكون البوكس توبولوجي. هشوف انه الاف، هلا هو هيك طالب مني، طالب مني برهن انه الاف هي كونتينوس وذ ريسبكت تو ذا برودكت توبولوجي اون ذس برودكت سبيس، وهي منا كونتينوس اندود وذ ذا بوكس توبولوجي. اوكي طيب، خليني اشوف شو بدي اعمل. فاذا انا معي هالاف لكل اكس اعطيني اياها، بتعطيني اف اوف اكس، هي هالسيكونس اكس 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 انا وماشي. اوكي ان يعني ما بيخلصوا دولي ان تايمز، والان هي اكيد اكيد جاستو بلس انفينيتي. انا بكاونتبل برودكت سبيس. اوكي، حاخذ انا اول كيس هي البرودكت توبولوجي. طيب اذا انا اشتغلت على البرودكت توبولوجي، اوكي شو هي البرودكت توبولوجي؟ اكيد لكل اوبن هون، بس بدي اذكركم هو عباره عن البيس تبعه بيكون اليمنتري كيوب. اوكي، فشكل الاوبن سات او اي، اوكي، او مش الاو، هو برودكت فور ان فور اي اكبر او بتساوي 1، والاي موجوده بان ستار مثلا. اوكي، والاو اي هن كلياتهم ار، اوكي، اكسبت فور فاينايت، اكسبت فور فاينايت نمبرز، اوكي، نمبرز اوف اي. اوكي، بالنسبة للبرودكت توبولوجي، فإذا الأوبن بيكون هني عبارة عن elementary cube، أوكي، من هالأشكال هاي، وأكيد كل أوبن سات هو يونيون لهالelementary cube. أوكي طيب، شفناها على كل حال باللكتشرز. هلأ البوكس توبولوجي لا، في يكون الـ OI كلياتهم أوبن بدون ما يكون ولا واحد منهم إيكوال لـ R. أوكي طيب، خلينا ناخذ لك عن اول كيس مثل ما قلنا البرودكت توبولوجي. بالنسبه للبرودكت توبولوجي حشوف هذا الدياجرام، معي ار، اوكي، الاف هي من ار ل الباي اوف ار، البرودكت سبيس. اوكي، هلا هالبرودكت سبيس فيني اعرف اكيد البروجكشن، اوكي، اللي هي بي ان، لكل كومبوننت فيني اعمل بروجكشن. اوكي، واكيد هي بتكون سرجكتيف، وبرهنها كمان بالكورس. بالنسبة للتو توبولوجيز هي continuous، اوكي، بلس open map، اوكي، اذا بعدنا ذكرينها. اوكي، ف حاخذ هالدياجرام هيدا، واكيد في عندي هون البي ان راوند اف اللي هي الان بروجكشن راوند اف كومبوزيت لهالتو مابينج. طيب هلا اذا كنت انا عم برهنها بالنسبة للبرودكت توبولوجي، اوكي، يعني البرودكت سبيس اندود وذ برودكت توبولوجي، يعني اذا بدي برهنها كونتينوس شو علي برهن؟ بدي برهن الاف كونتينوس. هل الاف كونتينوس؟ اوكي، هلا في عندي طريقتين، يا اما باخذ اوبن هون، باخذ او، ولازم برهن انه الاف ماينس 1 للاو هي اوبن فور اول او، يعني لكل شيء في اوبن هون. اوكي، الانفرس ايمج تبعه هي اوبن بي ار. اوكي، هيدي يعني طريقه. او في عندنا كمان باللكتشرز مرق معنا ثيورم بيقول لي كمان انه انا لبرهن الاف كونتينوس بيكفي اني برهن كل شيء في كومبوننت لها. اوكي، لبرهن الاف، ما هي عندها components، ما هيك؟ لكل شيء في f برهن انه ال p1 round f هي continuous، ال p2 round f etc etc etc، يعني كلياتهم for all i، ماشي؟ يعني هون for all n، هذا اللي بدي اعمله هون. فاذا to prove f is continuous it's enough to prove that each component يعني pn round f is continuous. اوكي، فاذا هيدا theorem بالبيج 31. هلا which is true، ليش؟ شو هي ال pn round f؟ by definition of f pn round f، ما انا لكل x، اوكي، كنت عم اخذ هون x x x x etc. اوكي، هذا الالمنت. طب اذا عملت بروجكشن p1 ولا p2 ولا p3 شو بدها تعطيني هون؟ x. فاذا ال pn round f لكل x شو بتعطيني؟ اوكي، بتعطيني اول شيء x x x، برجع بعمل بروجكشن حتعطيني x، فهي منا الا الايدنتيتي، والايدنتيتي بعرفها انها هي بايجكتيف وهي continuous. اوكي، سو بما انها هي continuous
for all n هاي معناتها كل شيء في component للاف هي continuous, so f is continuous for the product topology. هلا بالنسبة للbox topology حنشوف إذا هالشيء حيختلف ولا لا. بالنسبة للbox topology أنا لبرهنا أنه منا continuous أوكي مثل ما هو طالب بيكفي لقي open U هون الرجعة تبعه not open. أوكي ليش؟ لأنه لو كانت continuous لازم كل شيء في U كل شيء في open الinverse image تبعه open. فحأخد U open يعني هذا اللي عم برهنه أنا هلأ أنه حنباخد U open F-1 لليو F-1 لليو is not open here. أوكي بس أنا مش عم بشتغل على ال product topology عم بشتغل هلا على box topology. So suppose فإذا هذا ال product space هو endowed with a box topology. أوكي وحأخذ اليو بهالشكل. أوكي حنعرف بعد شوي ليش. فإذا اليو هو ال product لهال open intervals minus one over n one over n أكيد هيدا موجود كاتبه أنا هو موجود بالبوكس topology. ليش؟ لأنه هني هدول open بالcanonical topology of R والبرودكت تبعهم بيطلع أكيد open بالbox topology. فإذا هيدا product of open sets. أوكي طيب شو هو الf-1 ليو؟ أوكي قبل ما كفي بهيدي الإكواليتي الf-1 ليو خليني أشوف بس الاكس الf of x هي شو؟ هي x x x by definition. أوكي هو عطيني إياه بهالشكل. أوكي طيب إذا الx موجودة بالf-1 ليو أوكي إذا أخذت element هون كيف حيكون شكله؟ إذا الx موجودة بالf-1 ليو يعني هي ذات أكيد equivalent to say that f of x موجودة باليو. أوكي شو هي الf of x؟ قلنا هي x x x موجودة باليو. شو هي؟ أنا أخذ u we take u أوكي بهالشكل هي product ل minus 1 over n 1 over n. طيب إذا كل شيء في x أوكي أو إذا هال element موجود هون يعني معناتها كل شيء في x وين موجودة؟ ب minus 1 over n 1 over n أوكي for all n. So إذا x موجودة بهيدا for all n معناتها موجودة بالintersection تبعهم. أوكي فإذا x موجودة ب each interval of this form معناتها موجودة بالintersection. وإذا موجودة بالintersection أكيد نحن شايفينها إنه إذا absolute value للx أصغر من 1 over n for all n أكبر من 1 أوكي فإذا إذا أخذناها to plus infinity أكيد حيطلع الx equal to 0 أوكي ف it's equivalent to say x equal the singleton 0. So ال f minus 1 لU هي intersection ل minus 1 n 1 minus 1 over n 1 over n أوكي لهال intersection هاي اللي هي 0 وأكيد نحن 0 بنعرف أنه هي is not open in R أوكي endowed أكيد with the canonical topology. أوكي بما أنه لأين U open الرجعة تبعه منه open so أكيد ال F is not continuous for the box topology. أوكي طيب حننتقل للexercise 2 عطيني F هي continuous mapping ال F continuous mapping من E ل F. أوكي ال E هو separated لا ال E هو topological space ال separated هو ال F هيدا separated أوكي topological space. فإذا ال arrival أو ال final set هو separated topological space. هلا حناخد ال graph أوكي نعرفها كلياتنا هي X Y هي subset من E cross E times F. أوكي فإذا such that y equal f of x هو أكيد بنسميها ال graph of f. I'll prove that هال graph هو closed in the product space e times f. أوكي طيب كيف برهنه closed؟ حنشوف. على أول شغلة بدي برهن إنه هال phi يعني أنا we consider هال mapping phi أوكي من e times f ل f times f. اوكي بعدين بدي انا هدفي برهنها كلوزد. اوكي بعدين بدي برهن انه هال الجراف منه الا الانفرس ايمج لدياجونال. اوكي وحنشوف شو بدنا نعمل. اوكي خليني اول شيء ابدا شوي. فاذا حاخذ هالمابينج مابينج كثير هيني. اوكي شو هالمابينج هيدي؟ باخذ انا بما انه الجي هي سبسيت من اي تايمز اف. اوكي فحاخذ من اي times f لا ال f times f حاخذ لكل كتبه هون خليني دغري بشوفها على اوكي محل من كتبه. فاذا لكل x y حاخذ
phi of x y هي f of x y. هلا ال f of x اوكي هي اكيد موجوده ب f. اوكي ال f of x اذا اخذت انا x هون ال f of x هون بدها تكون موجوده ب f. اوكي وال y هي اي element موجود ب f. اوكي فاذا انا منطلق منه فاذا اخذت اذا couple اوكي اخذت x موجوده ب e وال y موجوده ب f هو عم يعطيني الفاي لهالكابل هيدا اوكي فاي لهالدبلتون هيدا هي f of x y. اوكي طيب خليني برهن اول شغله انه الفاي هي continuous. اوكي كيف برهن هالفاي continuous؟ اوكي if and only if اكيد مبرهنها قبل انه p1 round phi and p2 round phi هن continuous. بدي اشوف التو كومبوننتس اذا هن continuous ولا لا. طيب خليني اشوف شو عم بعمل انا ال P1 round F. اوكي فاذا هذه الدايجرام اوكي خليني اشوفه انا معي E times F لا F times F هيدي الفاي. اوكي طيب ومعي بعدين من ال F times F لل F اذا جيت على اول وحده بتكون ال P1 واذا رجعت على ثاني وحده بكون ال P2. اوكي فمسميها انا PI. هلا ال I هون فيها تكون 1 او 2. اوكي هلا بالنسبه للدايجرام اكيد ال PI round phi البي اي راوند فاي هي بتكون بي 1 راوند فاي يا بي 2 راوند فاي. اوكي بس بهالحاله البي 1 والبي 2 اكيد من اف تايمز اف لاف حسب اذا كانت من البي 1 او البي 2. طيب شو هي البي 1 راوند اف اوكي او الكومبوزيت لهالتو مابينج؟ اوكي لاحظوا انا منطلق من اكس واي اوكي عم تعطيني هون اف اوف اكس واي وبدي اجي لهون لشو f of x هذه ال p1. اوكي فاذا انا اذا انطلقت من p1 round f يعني عم انطلق من x y عم تعطيني f of x. اوكي طيب ليش هذه continuous؟ لانه ال p1 round phi هيدي منا يعني اذا هلا بدي اشوف هلا واحده بقى اوكي من هون لهون اوكي من e times f ل f فيني اشوفها من e times f لا F فيني شوفها مثل كأنها هي F round P1. أوكي F round P1 بس ال P1 منها مثل ال P1 اللي هون. أوكي هال P1 هي معرفة أنا يعني أنا هاد ال P1 هي F times F لحديت F بينما هاد ال P1 projection هي تبعيت E times F لعند E. أوكي so يعني بس أنا فيني كان لونهم أو مثلا إذا هال P1 أوكي هاي جاي من هون P1 إذا بدكم. أوكي طيب بينما هل ال P1 الثاني أوكي خليها بلون ثاني هيدي ال P1 أوكي جاي من هون أوكي اللي هي ال P1. أوكي طيب بس هي مشان أعرف أنها هي projection. So ليش هذه continuous؟ لأنه هل P1 round phi أوكي هل P1 round phi هي عم تنطلق من x y عم تعطيني f of x. أوكي أنا إذا انطلقت من هون من x y أوكي هون شو بدها تعطيني؟ حتعطيني x وهون حتعطيني f of x. ماشي؟ يعني الاول projection تعطيني x بعدين من x لل f هي ال f of x فهي نفسها هي نفسها اذا طلعت انا من x y عطتني f of x. اوكي؟ فاذا ال x y عطتني f of x هي نفسها فاذا هيدي هي ال f round p1. هلا انا معي by hypothesis معي ال f هي continuous. اوكي؟ ما حارجع عيدها هون. اوكي سو معي الاف هي continuous فاذا اذا الاف continuous اوكي الاف continuous والبي 1 معرفه دائما اوكي بهالشكل هي معي من اللكتشر هي دائما هي continuous واوبن مابينج. اوكي فاذا بما انها continuous اوكي فاذا صار معي انا هاي continuous وهاي continuous الكومبوزيت اوف تو continuous مابينج اكيد هي continuous سو so هاي بتطلع continuous. بالنسبه للسكند كومبوننت اوكي اللي هي بي 2 راوند اف فاذا هون بس بيختلف انه انا صرت عم برجع كمان خلينا على اللون الاحمر فوق فاذا انا هون عندي صار البي 2 اوكي وهون البي 2 اوكي هون ما راح ارجع استعمل هذه بس استعملتها على البي 1 هون. اوكي طيب خلينا نشوف شو هي البي 2 راوند اف. البي 2 راوند اف لما كنت انا عم بشتغل على اكس واي عم تعطيني اف اوف اكس واي. اوكي البي 2 هون شو عم تعطيني؟ واي هيك الواي فاذا لكل اكس واي عم تعطيني واي اللي هي نفسها البي 2 راوند اف هي نفسها بي 2. اوكي هي نفسها البروجكشن اللي هي اكيد كونتينوس.
اوكي لانه اي بروجكشن هي كونتينوس. سو صار معي انا تو كومبوننت هني كونتينوس اكيد، فاذا الفاي هي كونتينوس. هلا بشو بستفيد؟ اوكي هل الفاي اللي عرفتها، لاحظوا هالفاي هاي اوكي، بما انه انا الاف معيها separated space، الاف هي separated اوكي، معي theorem بيقول لي انه الدلتا اللي هو الدياجونال is closed. انا برهن هذا الشيء باللكتشر. فاذا الدلتا اللي هني اللي شكلهم اكس اكس او هم بالاحرى واي واي مثلا اذا بدنا شكلهم اكس اكس، اللي موجودين ب اف تايمز اف اوكي، كل الاكس اللي شكلهم هيك اوكي، او اذا بدنا نكتبها بشكل افضل يعني الاكس موجودين ب اف اوكي. فاذا هيدا اذا سميناه دايجونال اوكي برهنه انه هو كلوزد سبست من اف تايمز اف اوكي. طيب هلا اذا كانت سيبريتد اكيد اوكي، هلا الاف هي سيبريتد، اذا الاف سيبريتد انا مبرهن هذا بالبيج 33 انه الدلتا اللي هني واي 1 واي 2 اوكي اللي موجودين ب بالاف تايمز اف، بس اكيد شكلهم واي واي، هيدا كلوزد ماشي. طيب شو معناتها؟ معناتها اذا كان كلوزد الدلتا اوكي، معناتها بما انه الدلتا هوني هو كلوزد وصرت بعرف شكله وهيدي كونتينوس، الفاي ماينس 1 الفاي ماينس 1 للدلتا اكيد كمان شو بده يكون؟ كلوزد. اذا هيدا كلوزد ليش؟ لانه هي كونتينوس، لانه الفاي هي كونتينوس، فاكيد لكل كلوز الانفرس ايمج تبعه بدها تطلع كلوزد. وحبرهن انه الانفرس ايمج تبعه هي منها الا الجي اللي هي جراف تبع الشيء اللي طالبه مني، فاذا هو اكيد كلوزد اوكي. هذا اللي كان، مشان هيك انا عرفت هالفاي هاي. طيب فاذا ليش الانفرس ايمج للدياجونال بيطلع الجراف؟ الانفرس ايمج هو كل شيء في اكس واي اوكي موجودين بالانيشال سات بشكل انه الايمج تبعهم يكون موجود بالدايجونال اوكي. طيب كل شيء في اكس واي بشكل، شو هو الفاينل اكس واي؟ الاف اوف اكس واي موجوده بالدايجونال. امتى بتكون هذه موجوده بالدايجونال؟ لما بتكون الاف اوف اكس ايكوال واي. وامتى بتكون اف اوف اكس ايكوال واي؟ لما بكون انا موجود على الجراف اوكي. فالكابل اللي شكلهم اكس واي بشكل انه الواي تكون ايكوال لاف اوف اكس هي منها الا اليمنت من الجراف اوكي. سو الفاي اكيد تطلع اكيد هي معي كونتينوس، والدلتا كلوز لانه الاف سيبريتد مبرهنه هيدي قبل. سو الانفرس ايمج الانفرس ايمج لكلوزد اكيد بيطلع كلوزد كمان بالانيشال سيت اوكي. سو هيدا بيكون الاكسرسايز كمان تبرهن. اكسرسايز 3 معي الـ E والـ F هني topological space، معي الـ F هي mapping من E لـ F وأكيد الـ graph بنفس الشكل أوكي. هلأ الـ graph هعمل له topology، أكيد هي induced topology of E times F أوكي. فإذا يعني الـ open sets الموجودين بالـ graph هني منهم إلا الـ open sets تبعوت الـ product space intersection مع J اوكي، يعني بعمل انترسكشن مع جي بيطلع هو الانديوس توبولوجي. حاخذ هلا مابينج جديده من اي لجي، اكيد هون هيدا توبولوجيكال سبيس اوكي. فاذا هيدا اكيد من الاساس انا مفترضه هو توبولوجيكال سبيس، وهيدا الانديوس توبولوجي، فاذا اكيد صار توبولوجيكال سبيس كمان اوكي، صار عليه توبولوجي الجراف. طيب such that لكل اكس شو بدي اخذ؟ بدي اخذ اكيد ما بدي انسى انه الجي هي سبسات من اي تايمز اف، فالالمنتس الموجودين هون اوكي هني شكلهم اوكي يعني هني كابل اوكي. فاذا لكل element اكس عم يعطيني اي كابل هون، ما هيك؟ كيف شكله؟ اكس اف اوف اكس، لانه الواي هي اف اوف اكس اوكي. طيب فاذا هيدي هي الجي اوف اكس. هلا عم يقول لي برهن انه قال اذا كانت الاف معيها كونتينوس اوكي، اذا الاف كونتينوس انا برهنت من شوي انه اذا الاف كونتينوس فاذا هذا بيطلع كلوزد اوكي، هذا كلوزد ان اي تايمز اف. هلا هذا اللي برهنته بالاكسرسايز 2. هلا عم يقول لي اكثر من هيك، عم يقول لي انه برهن اذا الاف كونتينوس اوكي، اذا هالاف كمان كونتينوس، اف اند اونلي اف هالجي هاي اوكي هي
اوميومورفيزم. شو معناتها جي اوميومورفيزم؟ بدي اذكر انه الجي هي بايجكتيف، الجي كونتينوس، والجي ماينس 1 عندنا بايجكتيف موجوده، فاذا كمان بدها تكون كونتينوس. فعندي 3 كونديشنز. اوكي طيب، بمجرد تكون الاف كونتينوس انا الجي عندها هال 3 كونديشنز. هلا اول شغله بقول له انه الجي هي بايجكتيف، اوكي اتس كلير، يعني اول كونديشن اوكي اللي هي ال1 الجي هي بايجكتيف. اوكي ليش حاعطيه دغري الانفرس تبعه؟ شو هو الانفرس تبعه؟ انا معي الجي معرفه من اي ل للجراف، لكل اكس هي بتعطيني اكس اف اوف اكس، اوكي بتعطيني هالكابل هيدا. فاذا الجي ماينس 1 اوكي حتكون معرفه من الجي للاي، اوكي لكل ما اخذ انا هون اكس، ما هو اصلا شكلهم بالجراف اكس واي، بس الواي هي ايكوال اف اوف اكس. اوكي فاذا لكل شو باخد اكس. طيب لاحظوا شو عملت انا هون، هي الجي ماينس 1 هي مانا الا الفيرست بروجكشن، اوكي هي البروجكشن بي 1، واكيد هيدي بتكون كونتينوس. فاذا هيدي باي اذا بدنا باي كونستراكشن لهالجي اوكي هي كونتينوس. فاذا صار عندي اياها بايجكتيف، صار عندي اياها كونتينوس، اوكي الانفرس تبعها هو كونتينوس، اوكي لانه الانفرس تبعها هو منه الا الفيرست بروجكشن. شو ضل علي لكم برهن؟ ضل علي برهن انه الجي هي كونتينوس. اوكي هلا لبرهن الجي كونتينوس، لاحظوا الجي هي عباره عن تو كومبوننتس، يعني بدي برهن انه الفيرست كومبوننت هو كونتينوس والسكند كومبوننت هو كونتينوس لتتبرهن معي انه الجي كونتينوس. اوكي ما بدي انسى هالشغله، صرت مستعمل مرتين او ثلاث مرات اليوم. سو انا بدي برهن انه الفيرست كومبوننت للجي اللي هي البي 1 راوند جي. اوكي شو هي البي 1؟ ما انا عم باخذ اكس، اوكي هكتبها دغري. فاذا انا عم باخذ الجي من اي للجي، اوكي هون انا موجود ب، ما بدي انسى انه بي اي تايمز اف، اوكي بدي انزل ل مثلا للاف او للاي اللي هو، اوكي اذا اخذت انا بدي انزل للاي مثلا، اوكي فاذا هون انا بكون اخذت البي 1، اوكي هون كم عم باخذ اكس اف اوف اكس، اوكي البي 1 شو بتعطيني؟ بتعطيني اكس. اوكي هاي شو بتكون؟ هي البي 1 راوند جي. اوكي لكل اكس انا انطلقت منها عم تعطيني اكس، فاذا شو هي البي 1 راوند جي؟ هي الايدنتيتي تبع اي، اكيد هي كونتينوس. طيب اذا اخذت الاف اوف اكس، اوكي اذا اخذت الاف اوف اكس، يعني اذا لكل اكس اف اوف اكس اخذت البي 2 اللي هي اعطتني اف اوف اكس من اي، هون اكيد بطلت اي صارت اف هيدي، اوكي لان انا عم باخذ البي 2 البروجكشن 2، فاذا صارت من اي خليني امحيهم، اوكي فاذا هيدي هون بطلت اي اذا اخذت السكند بروجكشن، صرت انا بدي اخذ هون اف. ليش؟ لانه هي السكند بروجكشن من اف لاف. سو فاذا البي 2 اذا اخذتها بهالحكي بهالحاله، فاذا البي 2 راوند جي شو بتعطيني؟ لكل اكس بتعطيني اف اوف اكس اللي هي منا الا الاف نفسها، اوكي فاذا كمان هي كونتينوس. اوكي ليش؟ ما هو عاطيني من الاساس انها هي كونتينوس. اوكي فاذا بهالحاله بهالسنس هيدا الجي بتطلع بايجكتيف، الجي ماينس 1 هي كونتينوس، والتو كومبوننتس للجي بيطلعوا كونتينوس. اوكي فاذا الجي هي كونتينوس، فاذا صارت الجي كونتينوس، الجي ماينس 1 كونتينوس وهي بايجكتيف، صارت الجي هي اوميومورفيزم. اوكي طيب هلا الرجعه انا معي، اوكي بالنسبه للرجعه انا معي دائما by construction هل جي هي بايجكتيف. اوكي يعني انا ما تغيرت ان الجي تطلع بايجكتيف، يعني اذا بدنا هالسطر هيدا ما في شيء حيتغير منه. ليه؟ هيدا وهيدا اكيد هذا ما في شيء بيتغير منه، لانه هي بايجكتيف ودائما الانفرس تبعها كونتينوس، سيم بروف هون. اوكي طيب انا شو معي هلا؟ بدي برهن هالرجعه، يعني انا معي الجي هي اوميومورفيزم. طيب اذا الجي اوميومورفيزم اكيد هي كونتينوس، ما هيك؟ هي اكيد كونتينوس. اوكي وإذا هي continuous أكيد الجي homeomorphism، يعني الجي هي continuous والجي minus one continuous والجي bijective. بس أنا برجع بقول هاي وهاي always true by construction، فإذا إذا الجي homeomorphism تعطيني إنه
الجي كونتينوس. اوكي سو انا بس هون حاططها برصاص الرجعه، هي بس لانه هذه دائما موجوده باي كونستراكشن، يعني بالنسبه لهالستار هاي اوكي هي اللي بتعطيني الرجعه برصاص. اوكي لانه اذا كانت كونتينوس ما بالضروره تكون اوميومورفيزم الا اذا كانوا هدول دائما موجودين. اوكي سو اذا الجي كونتينوس شو معناتها؟ اف اند اونلي اف بي 2 راوند جي هي كونتينوس. اوكي بهالحاله ال بي 2 راوند جي اوكي اللي هي الاف اوكي تطلع كونتينوس اف اند اونلي اف، اذا الاف كونتينوس. هلا ليش اذا الجي كونتينوس؟ لانه ايتش كومبوننت منها بيطلع كونتينوس. اوكي فاذا اذا بدنا خلينا على الروحه هاي اكيد هي ظابطه اذا الجي كونتينوس، لانه اذا الرجعه بس لحالها كونتينوس. اوكي بدي ارجع كمان لاقول انه هيدي البي 1 راوند جي هي دائما الايدنتيتي وهي دائما كونتينوس. اوكي فمشان هيك انا قادر اني احط الروحه والرجعه. اوكي فاذا كل وحده عم نشوفها بشوي شوي. واذا السكند كومبوننت اللي هي ايكوال لاف كونتينوس سو الاف كونتينوس. اوكي فاذا هعيدها بسرعه، انا معي الجي هي اوميومورفيزم فاكيد هي بتكون جي كونتينوس، وبما انه الجي كونتينوس ايتش كومبوننت بيطلع منها كونتينوس فاذا السكند كومبوننت اكيد بيطلع كونتينوس. سو الاف بما انها هي ايكوال للسكند كومبوننت اوكي انا شايفها هون فاذا تطلع also continuous. اوكي حوقف وكفي بالفيديو اللي بعده.